دلوقتي هنروح مع بعض لفقرة هاشتاج النجوم اللي هنتابع فيه أهم اللي نشر نجوم رياضة في العالم على حساباتهم الرسمية على مواقع السوشيال ميديا. وما تنسوش استنى مشاركتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر انستجرام دي ام سي سبورتس تي في. كمان أحب أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، ما هو تقييمك لاختيارات هكتور كوبر لقائمة المنتخب الوطني اللي هتواجه الكونغو في تصفيات المونديال؟ استنى مشاركتكم من خلال هاشتاج البرنامج شجع مع شيما على تويتر. وهنبدأ مع بعض فقرة هاشتاج النجوم مع سعد سمير نجم نادي الأهلي، واللي استغل وجود بيانو في معسكر الفريق في تونس وحاب انه يحتفل بفوز النادي الاهلي على الترجي التونسي ويوجه تحيه للاعبين بس بالبيانو. بتعمل ايه يا سعد؟ كابتن محمد نجيب، ادي كابتن محمد نجيب، تحيه خاصه لكابتن محمد نجيب. كابتن ابو العيله كابتن احمد فتحي. تعالى بس عايز اسمع بقى، الناس عايزه تعرف.